تكلم مع الشام. سيدنا عمر طلع من المدينه للشام والاستيعاب للمرضى الموجودين في المستشفيات، الطوارئ، كل دي مشاكل بيواجهها كل مدير مستشفى. الهدف النهارده ان يكون لقاء كل مستشفى تعرض تجربه ليها. يعني احنا النهارده يمكن في المؤتمر هنتكلم على تجربه تحويل مستشفى تتبع الدوله، مستشفى حكوميه، ازاي نحولها الى نظام استثماري بالمفهوم العام ولكن لخدمه المواطن المصري. يعني النهارده مريض العاملين في هيئه سكه الحديد بيتلقى خدمه على اعلى مستوى، المستشفى مجهزه بتجهيزات عاليه جدا جدا. كل ده عايز بقى تنظيم اداري نخرج من دايره الحكومه والبيروقراطيه والقوانين اللي هي بتعوق عمليه الاستثمار وتطور الخدمات الموجوده. يمكن كان المحاضره الثانيه دكتور اسامه استعرض فيها ازاي ان احنا نبقى متنبئين بالمشاكل وقبل وقوعها، ودي احد مشاكل ان احنا بنطفي، عباره عن بنطفي حرايق. تطفئة الحرائق في مصر دي مشكله كبيره جدا، مشكله الاداره. لو الاداره استطاعت ان هي تحدد مشاكلها بحيث انها ما تحبس مشكله، هي عارفه هتعمل ايه، خطواتها فين. يمكن اعتقد ان شاء الله ان يكون في توصيات، التوصيات دي هتعرض على السيد معالي رئيس الوزراء للاخذ بيها والعمل على مساعده المستشفيات، المستشفيات الجامعيه ومستشفيات وزاره الصحه. كل المستشفيات بتخدم المواطن المصري خدمه كبيره جدا جدا، ولكن محتاجه المجتمع المدني بالاضافه للحكومه انها تدعمها بشكل كبير. وحده الطاقه الخاصه اول حاجه بيفكر فيها يلم ايه؟ مرتبات الموظفين، بعدين الدكاتره. اول حاجه داخلي اقول له فلوس، يقول مفيش. ليه يا عم؟ احنا بنعمل، لميت وحطيت فلوس المرتبات بتاعه الموظفين على جنب، بيأمن مرتبات الموظفين وهو اللي انا لا امنه. ممثل الماليه هو اللي بيمضي الشيك، مش مدير المستشفى الاول اللي بيسداد، لا، ممثل الماليه هو اللي بيمضي الشيك. فالداخل يجي اول حاجه جانب مرتبات الموظفين. طيب دكاتره ان شاء الله هنلم الاسبوع الجاي والدخل لما يجي هنلم فلوس الدكاتره. اما الدكاتره دي هي اللي بتجيب الفلوس اللي بتلمها تدي للموظفين. بيتكلم عن إدارة وأزمات المستشفيات وإيه المشاكل اللي بتقابلنا. النهاردة في اجتماع لمديرين المستشفيات التعليمي والجامعة والصحة والتأمين الصحي، على أساس إن احنا نعمل برين ستورمنج أو عصف ذهني للمشاكل اللي بتواجه المديرين المستشفيات، سواء من نقص الاحتياجات أو الهادر من الموارد بتاعتنا سواء البشرية أو المادية. ومن خلال المؤتمر فعلا بنطلع بحلول مسبقة للأزمات، وبنشوف الأزمة قبل حدوثها أو نمنع حدوثها لو كان في نظرة مستقبلية لسبب حدوث الأزمة. إيه المشكلة ممكن تعرضها بالنسبة لكم كتأمين صحي؟ إحنا طبعًا التأمين الصحي بالنسبة لنا بنغطي إحنا تقريبًا من 58% من الشعب المصري التأمين الصحي. بنشوف مشاكل الناس في الزحام، في الأدوية، في المتطلبات والعمليات المؤجلة، يعني معظم الحاجات اللي هي بنقدر نعمل توأمة مع باقي المستشفيات، وازاي لو الامكانيات عندنا مش متوفره ممكن نتعاون مع المستشفيات الاخرى. المشكلات بقى اللي انت ممكن تقابلك الدكتور بها النهارده عشان هو ان شاء الله باذن الله، يعني احنا مشاكلنا معظمها تنسيق وموارد ماليه ان شاء الله.